أسعد الله أوقاتكم، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم: كيف ينتخب الأمناء العامون في المغرب؟ مباشرة بعد انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد فوضى عارمة قال إن حزبه يدافع عن الحرية وحقوق الإنسان ويسعى للحداثة، وأضاف: أمامنا تحدي كبير، وهو أن نكون أو لا نكون، أو أن نكون حزبا كبيرا. انتهى كلام عبد اللطيف وهبي. ولكن المشهد العام للحزب تغلفه الكثير من الضبابية في أفق استحقاقات 2021. نعود لبعض التفاصيل القريبة. الجمعة 7 فبراير 2020 نشرت الصحافة المغربية والعربية والدولية صراع الأقطاب داخل حزب البام، اللكمات والشجار والسب والشتم وتبادل الشتائم وإلغاء الجلسة الافتتاحية بحضور وفود أجنبية. هذه هي الصورة الحقيقية والصورة الكبيرة، صورة الصراع بين تيارين: تيار الشرعية أو ما يسمى بتيار الشرعية بقيادة حكيم بن شماس، وتيار المستقبل بقيادة عبد اللطيف وهبي وفاطم الزهراء المنصوري. وبقدرة قادر وبأوامر عليا ينسحب من ترشيحات الأمانة العامة 4 متسابقين دفعة واحدة وبمبررات مختلفة، من طبيعة الحال لتبقى الفرصة سانحة ويخلى الجو كما يسمى لعبد اللطيف وهبي. يعني غريب أن ينسحب 4 مترشحين دفعة واحدة ويتم التركيز على عبد اللطيف وهبي. بطبيعة الحال هو رجل المرحلة لهذه الاعتبارات، الرجل والمحامي معه له قدرة كبيرة على المناورة، وقدرته غريبة على التأقلم مع الوضعيات والدفاع عنها شفويا وكتابيا، بل وله القدرة على القفز في أكثر من سفينة وأكثر من اتجاه، حيث قال أنه مستعد للدفاع والتحالف مع باقي المكونات الحزبية المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية. وكما نعرف أن الغالبية من البامين يعارضون هذا التحالف جملة وتفصيلا. ثم أضاف أن حزب البام ليس حزبا مخزنيا، كلمة يرددها الأمناء العامون للأحزاب المغربية، تثير كثير من الضحك والسخرية، وهي الديمقراطية الداخلية.
حيث اعتبرها عبد اللطيف وهبي هي المفتاح لتبوأ حزبه مرتبة متقدمة. وكنعرفوا اشنو كيوقع في الانتخابات من توزيع ديال المال يعني دون عدين ودون حساب، ماشي هذا هو المشكل. حزب البان ليس هو الحزب المغربي الوحيد اللي نال فيه الصداع او الذي تعارك اعضاؤه ومنتخبوه في المؤتمر الرابع. حزب الاستقلال يعني جرت بين اعضائه ما سمتها الصحافة المغربية بحرب الصحون والطباسل والجروح والمعطوبين والصورة حادة عن الانقسامات، وبعد المؤتمر كأن شيئا لم يكن. حزب العدالة والتنمية كان بعض مناصريه يعني يدعمون فكرة ترشحه لأكثر من ولايتين، وخرج عن مواثيقه الحزبية وبرر هذا التغيير بأن بن كيران يعني يمتاز وهو الرجل المناسب للحزب، وتم سحب هذا المقترح بعد عراكات طويلة وبعد نقاش ويعني مسيرة من التطاحنات داخل الحزب. حزب العنصر بطبيعة الحال والذي يمثل الحركة الشعبية، بعد تعارض تيارين داخل هذا الحزب حول من يخلف محمد العنصر الأمين العام، لم يتبقى أمامهم إلا تزكيته كزعيم أبدي ولولاية جديدة. لاش حدا للبأس وحدا للانقسام. هذا يطرحنا في لب الموضوع، صورة تدبير منصب الأمين العام في المشهد السياسي المغربي. يعني أن هذا الأمين حينما يصبح أمينا لحزب عام، كتلة تعارضه وكتلة تؤيده من طبيعة الحال دون احترام لما يسمى بهذه الديمقراطية الداخلية التي تقصى فيها مناطق بأكملها تكون مناوئة للزعيم، ويتم إقصاء المعارضين بل والتشهير بهم. يعني حالات كثيرة كما وقع مؤخرا في حزب الاتحاد الاشتراكي، عدد المنسحبين وعدد المطرودين يعني أمر مؤسف إلى حد ما أو إلى حد كبير. ولكن المصيبة والطامة الكبرى بعد انتخاب الأمين العام الجديد، تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الولاءات، مرحلة الولاءات ومرحلة البحث عن الكعكة والتقرب زلفى للأمين العام. ذاك هو المشهد العام لصورة الأمين العام في المغرب ولصورة هذه المؤتمرات التي تصبح حلبة للتطاحنات وحروبا إعلامية واللكم والشتم والتناوز بالألقاب، وما خفي كان أعظم. متى السؤال الأساسي، متى يمكننا أن ننتخب أمينا عاما لحزب المغربي بأمير ودن البراشيد وبدون أوامر عليا و
متى نبني هذه الديمقراطية الداخلية التي تعج بها القوانين أو قوانين كل الأحزاب المغربية؟ باقي الوقت، باقي الوقت، لأننا يعني لازلنا يعني أمام مشهد مرتبك يبحث فقط عن الانتخابات والحصول على عدد من المقاعد وصولا إلى الكعكة الكبرى، كعكة الوزراء وتقسيم الغنائم دون البحث عن تقديم إجابات حقيقية لمطالب الشعب المغربي ومطالب الفئات الهشة والفقراء والطبقات الكادحة. المغرب ما بقاش عندنا طبقة واحدة ولا طبقة واحدة بعد القضاء على الطبقة المتوسطة. هذا هو السؤال الحقيقي، ما الذي تقدمه هذه الأحزاب دون البحث عن المناصب والولاءات؟ نأتي على نهاية هذه الحلقة وإلى حلقة جديدة بحول الله. كان معكم عبد الله الساورة، وكل الشكر والمحبة لمن يدعم هذه القناة سواء بالتعليقات الجيدة أو بالتواصل معنا واقتراح موضوعات، ونحن رهن الإشارة. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.